تعلمها من دم الجيان يحلبها عند قصايد اللي ملحها من كل العباد اخذ ضم منها شهايد داخل وخارج سبق والعرب. بسم الله الرحمن الرحيم، باسمه نبدأ وبه نستعين، هكذا نجدد التحية لكم مع انطلاقة أول أشواط الصعوب الفطايم بميدان الساد. نسير وياكم إلى المقدمة ونتابع لوهيب حمد بن خير بن عزيز الشريفي، استلمت المركز الأول منذ بداية الشوط وانطلقت إلى الصدارة، تليها المركز الثاني. المركز الثاني مشاهدي الكرام تتقدم بغداد لحمد بن خيرة بن عزيز الشريفي، دافع بيه ثنتين بأول أشواط الصعوب، يطمع يسجل الحضور ويطمع يسجل الحدث بأول الأشواط للصعوب الفطايم. شوف من اللي واصله، شوف من اللي واصله، وصلت مشاهدينا الكرام أغادير محنة بن حمد بن مية العفاري، وصل أبو حمد خذ المركز الثالث، بدل على المركز الثاني. المركز الرابع بعيد عنا نسبيا، نعود إلى الصدارة لوهيب حمد بن خيرة بن عزيز الشريفي، يقود المسيرة بأول أشواط الصعوب. هذه لوهيب تستلم القيادة منذ بداية الشوط، أغادير في المركز الثاني، محنة بن حمد بن ميال عفاري، لكن خلاص شوف الوصول، وصلتكم غازية، وصلتكم غازية. يا سلام، حمد بن سعيد بالكيلة العامري، وصل ابو سعيد او وصلت غازية، او وصلت غازية تطمع تسجل الحضور باول اشواط الصعوب. له عوايد ابو سعيد، لكن بن خيرة بن خيرة بن عزيز الشريفي هو المسيطر منذ بداية الشوط وحتى هذه اللحظات. الثاني غازية، حمد بن سعيد بالكيلة العامري، لكن خلاص الشوط شارف الى النهاية. تهانينا لمالك لوهيب حمد بن خيرة بن عزيز الشريفي، ينتزع المركز الأول ويسجل الحضور الثاني. مشكور يا الشاعر مشكور. الثانية لحمد بن سعيد بالكيلة، غازية تحل ثانية، وفي المركز الثالث لمحنة بن حمد بن بيا العفاري. التوقيت 2:32. تهانينا لحمد بن خيرة بن عزيز الشريفي مالك لوهيب اللي انتزعت المركز الأول.